السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول باراجراف عن kinds or sorts، أنواع أو أصناف of learners، المتعلمين. تعالوا نشوف مع بعض هنتكلم عنه إزاي وهنتناول عنه النقاط إزاي. عارفين طبعا إن في 4 أنواع من المتعلمين، ده اللي هنتناول عنه في الباراجراف ده. يلا بينا، بسم الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة المقدمة بتاعتنا هنقول learning، التعلم is very important، مهم جدا. This is the fact، هذه حقيقة. That we all agree، كلنا نتفق عليها. There are 4 kinds، هناك 4 أنواع of learners، من المتعلمين. One of them، واحد منهم. Learn best، بيتعلم أفضل. By reading، من خلال، بيبقى تعلم أفضل لي من خلال reading and writing، القراءة والكتابة. They love، بيحبوا. Read books، قراءة الكتب. Write stories، كتابة القصص. Love words، بيحبوا الكلمات. And take notes، وأخذ الملاحظات أو تدوين الملاحظات. Other، آخرين. Learn best، بيتعلموا أفضل. By seeing things، برؤية الأشياء. They love watch videos، بيحبوا مشاهدة الفيديوهات. Look at diagrams، النظر إلى الرسومات التوضيحية. Love films، الأفلام، يحبوا الأفلام. Or art، أو الفن. And see things، وإنهما كمان يشوفوا الأشياء. Also، أيضا. Some people، بعض الناس. Learn best، بتعلم أفضل. By doing things، بالفعل أو القيام بالأشياء. They love making things، بيحبوا يصنعوا الأشياء. Repair، يصلحهم. And try to do، ويحاولوا في عمل شيء. They can't understand، ما بيقدروش يفهموا. By listening، عن طريق الاستماع. Or reading، أو القراءة. The last kind، النوع الأخير of learners، من المتعلمين. Learn best، بيتعلم أفضل. By listening، من خلال الاستماع. They love music، بيحبوا الموسيقى. And talking، والتحدث. Listen to people، بيحبوا يسمعوا الناس. Explain things، بيشرحوا أشياء. And discuss things، ويناقشوها. To sum up، باختصار. All of us، كل منا، should do his or her best، يجب ان هو يكون بافضل او افضل ما عنده. To learn، ليتعلم. Learning، التعلم is very important، هو مهم جدا. خلصنا مع بعض الباراجراف اللي تناول فيه 4 انواع او 4 اصناف من اصناف المتعلمين. قلنا منهم اللي هو بيحب reading and writing، ده كان اول نوع. طيب عندي كمان النوع الثاني اللي هو كان بيحب seeing things، بيرى الأشياء. وعندنا كمان النوع الثالث اللي هو doing things، بيقوم بفعل الأشياء. والنوع الأخير اللي هو بيحب الاستماع listening. فدول 4 أنواع من أنواع المتعلمين. وممكن يبقى في شخص لامم حاجات الأربع حاجات دول بس، ولكن بطريقة مختلفة. خلصنا مع بعض الباراجراف بتاعنا، هترككم على مدة دقائق. دمتم في أمان الله.